بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في هذا الصباح لتعلن انطلاقة شوطنا الثاني للإبكار اللقاي المهجنات. الأصايل من عاصمة الميادين تحضر هذه الأسماء وتحضر هذه الشعارات بحثاً عن الفوز وعن الناموس والانتصار. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ في هذه اللحظات مع انطلاقة شعار وحضور صدى مع المركز الأول. يقدم لنا صدى عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، يقدم لنا شعار، بينما المركز الثاني الحضور من جرعة لعبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي، يقدم لنا جرعة في هذه اللحظات مع انطلاقتها مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من غبة لسيل سعيد بن سيل اللي يبهوني الضاري، بينما أتابع المركز الرابع الحضور والوصول من شعار محمد بن عتيق بن شامس العامري. من يقدم لنا شعار مع العنجهية وحضورها مع رابع الأسماء، بينما المركز الخامس، بينما الحضور من الجانب الأيمن تتدخل في هذه اللحظات وتحضر بهذا الحضور الكبير وبهذا الحضور الجميل مع المركز الخامس بهذا الانطلاق باندفاعتها الجميلة في هذه اللحظات المهندة بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما أتابع الوصول من الجانب الأيمن أيضا. وصلت في هذه اللحظات وحضرت هنا وانطلقت في هذه اللحظات بهذا الاندفاع بهذا الوصول الكبير. هنا أتابع همس أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، من يقدم لنا شعاره ويحضر مع هذا الانطلاق الجميل، بينما أتابع أيضا انضمام وحضور في هذه اللحظات من دلما عسعيد بن عبد الله بن أحمد الضاري، يقدم لنا دلما ويحضر مع دلما في هذا الصباح، بينما أتابع القدوم ايضا من انذار اسهيل بن خليفة بن سالم الاخيري وحضور وتواجد برمجة بشعار راشد بن احمد بن راشد بن حمد النعيمي. هكذا النداء الاول للاسماء والشعارات الحاضرة في صباح هذا اليوم. العودة من جديد الى مقدمة الشوط الى جرعة، من تتقدم في هذه اللحظات ويحضر شعار عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي. المحرمي مع جرعة وحضور جرعة، مع جرعة وانطلاقاتها وحضورها في هذا الصباح. المركز الثاني القادمة والحاضرة هنا أمس حاضرة بشعار أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث القدوم والحضور من انذار اسهيل بن خليفة بن سالم الاخيلي. والمركز الرابع اول نداء للهائلة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والقادمة ضجة عبد الله بن راشد بن محمد العرياني قادم، العرياني حاضر بهذا الحضور الجميل. و
وبرمجة قادمة بشعار راشد بن أحمد بن راشد بن حمد النعيم. ولكن جرعة يا جرعة يا جرعة أيضا من تتقدم جرعة هنا مع المركز الأول مع لوحة الكيلومتر الأخير والخطير يقدمها عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي. بينما القادمة بينما الحاضرة أمس بشعار أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي والقدوم من براق مسفر بن محمد الرزق من يقدم لنا شعاره وقدوم أيضا الهائلة بشعار محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. ولكن أمس أمس طارت نحو الانتصار نحو الانتصار في صباح هذا اليوم أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي 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 بإبداعه وإنجازاته بإمتاعه وبطولاته يتقدم مع أمس أمس الإنجازات أمس البطولات. المركز الثاني جرعة المركز الثالث القادمة بلشة بشعار سعيد بن محسن بن بخيت العامري. ولكن سلام يا أمس سلام يا أحمد يا بن عبد الله يا بن حارب يا الدرعي على العرض الكبير على العرض المميز على العرض الخطير مع شعارك الكبير ومع أمس الإنجازات. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني أوصلت جرعة بشعار عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي. والمركز الثالث كان حضور أيضا من بلشل سعيد بن محسن بن بخيت العامري. والمركز الرابع وصول ضوء بشعار عمير بن هلال بن علي بن مران المنصوري. والمركز الخامس وصول خيال لمفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي. مع المركز الخامس نعود إلى أمس وإلى توقيتها 7:32 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أمس أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي والتوقيت الأفضل. وسلام إلى أبناء السلطنة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت جرعة بشعار عبد الله بن محمد بن بخيت المحرمي 7:36 وثلاث أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور وتواجد من بلشة سعيد بن محسن بن بخيت العامري 7:37 بالوفائي والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.